انطلاقا من الدور المجتمعي لقوة الإطفاء العام، قامت إدارة العلاقات العامة والإعلام بزيارة المستشفى لمستشفى سعود الببطين، وذلك لتهنئة مصابي الحروق من الأطفال والكبار بعيد الأضحى المبارك. وتم توزيع الهدايا على المصابين خلال الزيارة التي تعتبر عادة سنوية لإدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء لدعم مصابي الحروق معنويا، لما في ذلك من أثر كبير على نفسية المرضى. من منطلق الدور المجتمعي التي تقوم به قوة الإطفاء العام، وعلى هذا السياق قامت قوة الإطفاء العام بزيارة مستشفى الببطين للحروق، وذلك لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك لمصابين الحروق من الأطفال والكبار ودعمهم معنوياً. زيارة مستشفى الباطين للحروق لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك للمصابين بالحروق جراء الحوادث من الأطفال والكبار، وأيضا تقديم الهدايا والبروشورات التوعوية لتجنب الحريق. وهذا الدور تقوم فيه قوة الإطفاء العام سنويا، ولكن توقف أثناء جائحة كورونا، والآن عودنا الزيارات للمستشفى لتقديم الدعم النفسي والمعنوي للمرضى والمصابين. وخلال هذه الزيارة من قوة الإطفاء العام قدموا للمصابين الهدايا والبروشورات التوعوية للوقاية من الحريق للمصابين. وطبعا دور رجال الأطفاء لا يقتصر على فقط مكافحة الحرائق وإنقاذ الأرواح، ولكن هناك دور مجتمعي تقوم فيه قوة الأطفاء العام، وهو يصل إلى المرضى لتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم. وأيضا هناك محاضرات توعوية تقوم فيها قوة الأطفاء العام للجمهور لتجنب والوقاية من الحريق. هذه الزيارة هي عادة سنوية تقوم بها القوة بشكل دوري من منطلق دور رجال الأطفاء، إذ لا يقتصر فقط على حماية الأرواح والممتلكات، وإنما هناك دور مجتمعي يصل إلى دعم المرضى والمصابين معنويا. يوسف صفرة، تلفزيون دولة الكويت.